السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض مراجعة ليلة الامتحان للصف الثالث الإعدادي مادة اللغة العربية. أول حاجة طبعا عندنا في الامتحان بيكون أولا القراءة. احنا عارفين في الأول بيكون في التعبير، بيكون في عندنا تعبير وظيفي وتعبير إبداعي، وبعد كده بيكون عندنا القراءة. القراءة أول حاجة بنلاقيها اللي هي قصة طموح جارية، اللي هي بتتكلم طبعا عن شجر الدر ونجم السلطان نجم الدين. طيب اول حاجه بيقول ضع علامه صح او غلط. كان الاتصال بين جمعيتي القاهره ودمشق منعدما. طبعا هنا هنقول ايه؟ غلط. طبعا كان في اتصال بين جمعيه القاهره وجمعيه دمشق، هو ما كانش منعدم، يبقى غلط. قتل نجم الدين عددا من الامراء الحاقدين عليه وصادر اموالهم. صح، لان احنا قلنا ان نجم الدين اتصرف ازاي مع الامراء الحاقدين، قلنا ان هو قبض على عدد منهم وقتل منهم وصادر اموالهم واملاكهم. تخيل الاجابه الصحيحه. تكونت جمعيتين سريتين في القاهره وحلب، القاهره ودمشق، القاهره والكرك. طبعا عندنا القاهره ودمشق هي دي جمعيتين السريتين. السؤال الثاني، هجم الصالح اسماعيل على دمشق، حلب، حمص. طبعا هو هجم على حمص. تمام كده، اولا اخذنا اولا اللي هو القراءه، اخذنا الجزء بتاع طموح جاريه. طبعا بيكون عندنا برضو من ضمن القراءه عندنا الموضوع اللي هو الحياه دقائق وثواني. اول حاجه عندنا تخير الاجابه الصحيحه. المراد بضرب، ضرب يعني قدم ولا صار ولا عاقب. لا، المراد بكلمه ضرب يعني قدم. مضاد اروع، مضاد اروع أسوأ، أضعف، أصغر. لا، مضاد أروع أسوأ. السؤال الثاني بيقول كيف يستثمر العلماء أوقات فراغهم؟ إزاي العلماء بيستثمروا أوقات الفراغ بتاعتهم؟ هنقوله حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. يبقى هم بيستثمروا أوقات الفراغ بتاعتهم إن هم بيستغلوها في التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. ثانيا النصوص. احنا عندنا النص اللي هو سفينة نوح. طبعا النص سهل جدا. بيقول لك هات معنى تبتئس. تبتئس يعني تحزن. تبتئس معناها تحزن. ومفرد مغرقون. طبعا مفرد مغرقون مغرق، يبقى مفرد مغرقون مغرق. السؤال بعد كده بيقول بما اخبر الله تعالى نوحا. ربنا سبحانه وتعالى اخبر سيدنا نوح بايه؟ هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى اخبره بانه لن يؤمن بالله الا من قد امن من قبل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو اخبره بان هو ايه؟ لن يؤمن به الا من قد امن، يعني محدش هيؤمن تاني خلاص. حتى لو سيدنا نوح دعاهم خلاص كده محدش هيؤمن به تاني الا اللي امنوا بالله سبحانه وتعالى. طب نهاه عن ايه؟ نهاه عما نهاه، هنقوله نهاه عن الحزن عليهم والاهتمام بهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان بيخفف طبعا عنه حزنه عليهم، فنهاه عن الحزن، قال له لا تبتئس. يبقى نهاه عن الحزن عليهم والاهتمام ايه؟ والاهتمام بهم. السؤال بعد كده بيقول لا تبتئس. لا تبتئس، ما نوع هذا الاسلوب؟ لا تبتئس طبعا ده اسلوب نهي. وما الغرض منه؟ الغرض منه هنا النصح والإرشاد. يبقى الغرض من لا تبتئس هو أسلوب نهي، قلنا النصح وإيه؟ والإرشاد. طبعا احنا متعودين إن مع النهي بيكون الغرض منه التحذير. هنا ليه بنقوله النصح والإرشاد؟ لأن احنا قلنا إن النهي هنا كان الغرض منه التخفيف على سيدنا نوح، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا تبتئس يعني لا تحزن، إن هو بيخفف عليه حزنه، إن هو مش عايز يحزن على الكافرين. فهنا الغرض منه النصح وايه؟ والارشاد. طيب رابعا النحو بيقول النوم ضروري للكائن الحي لانه يخلص من السموم الناتجه. يبقى هو بيخلص من السموم ايه؟ الناتجه عن النشاط الدائم للاعضاء. النوم ضروري للكائن الحي لانه يخلص من السموم الناتجه عن النشاط الدائم للاعضاء. طب اول حاجه بيقول استخرج. استخرج اسم فاعل من فعل صحيح.
طيب هنا لما نيجي ندور مع بعض على اسم فاعل من فعل صحيح، عندنا كلمة الناتجة من فعل ايه؟ من فعل نتجت، يبقى من فعل نتجت. طبعا الناتجة هنا دي مؤنثة، يبقى الفعل بتاعها يكون ايه؟ مؤنث. طيب اسم فاعل من فعل معتل الوسط، عندنا كلمة الدائم من الفعل ايه؟ من الفعل دام، يبقى فعل دام او ده معتل الوسط، في الوسط بتاعه ألف، يبقى دائم ده اسم فاعل من فعل معتل ايه؟ الوسط. به اعرف ما تحته خط، عندنا كلمة تحت خط تحت النوم الحي النشاط. لما نيجي نبص كده اول حاجة لكلمة النوم، النوم بتعرف ايه؟ طبعا في بداية الجملة عندنا اسم، هنلاقي ان هو هيتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب كلمة الحي للكائن الحي، ما حدش هنا يقول لي الحي هنا مضاف اليه، لا هو مش مضاف اليه. لو جينا بصينا في الابلاغ هنلاقي ان الابلاغ معرفة، ازاي معرفة؟ ما كلمة للكائن اللام دي حرف جر والكائن دي اسم مجرور، وركز مع بعض ان كلمة الكائن دي معرفة بال. طب هي فين ال موجودة فين؟ ما هو اللام حرف الجر لما بتدخل على كلمة معرفة بال بيتحذف منها الف الوصل، فدي كلمة معرفة وراء كلمة معرفة بتوصفها، يبقى الحي هتعرف ايه؟ نعت مجرور بالكسر، يبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسر. نيجي بعد كده عن كلمة النشاط، عن النشاط، عن طبعا حرف جر والنشاط اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر. اخر حاجة عندنا في النحو بيقول الذي يقوم باستشارة غيره يسمى، اللي بيقوم بالاستشارة يعني معنى كده هو عايز يجيب اسم فاعل من الفعل استشار. طب لما نقول استشار يستشير مستشير، يبقى الذي يقوم باستشارة غيره يسمى ايه؟ المستشير. هو هنا جايب لك المستشير، المشير، المستشار، لا هو كلمة ايه؟ المستشير، لانه من الفعل ايه؟ من فعل استشار. اما المشير دي جايه من ايه؟ كلمه مشير، مشير يشير اشار، نخلي بالنا ان مشير من الفعل اشار، لكن مستشير من فعل استشار. لكن طبعا كلمه مستشار ده اسم مفعول طبعا مش اسم فعل خالص. يبقى الذي يقوم باستشاره غيره يعني اللي بيقوم بالفعل، يبقى هنا مطلوب منك اسم الفاعل من فعل استشار اللي هو مستشير. وبكده احنا اخدنا مراجعة سريعة على الجزء اللي داخل ان شاء الله عندنا في الاختبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.